قبل 5 سنين لاحظت الكثير من المنتجات في متجر عائلتي لا تباع. قررت بيعها على موقع إيباي. صورت هذه المنتجات، تعلمت كيف يعمل الموقع مع مساعدة أصدقاء. من البيعة الأولى أصبحت مدمنا على الموقع، وحتى هذا اليوم أنا مدمن. موقع إيباي يعد من أنجح المواقع الافتراضية بالعالم، وبمساعدة طاقم عملي نجحت تطوير مشروعي بمجال التجارة الإلكترونية، واكتسبت الخبرة والمهنية بالمجال. حسب رأيي، كل شخص مبادر وصاحب مصلحة تجارية يجب عليه بدء البيع على هذا الموقع لتطوير ونمو مشاريعه التجارية أكثر. والآن العالم يتجه نحو التطور الإلكتروني.